المسلمين وبعض السلوكيات الخاطئة اللي ممكن يستخدمها الأشخاص في التعامل مع المرضى. يسعدنا أن يكون ضيوفنا في هذا البرنامج الدكتور علي العلي، الدكتور حسن الشابي المستشار الأسري. وللأمانة قد يعتبر المرضى أحد مهددات الأسرة يا دكتور حسن، والتعامل مع المريض طبعا هو جزء من نجاح الأسرة أو ركيزة من ركائز نجاح الأسرة. ما شاء الله. الهواء والأذان والمايك والمشاهد يستمع لكم الآن. يا مرحبا. حنا أولا يعني لما نبغى نوجه رسالة لكل من يستمع إلينا، سواء كان يعاني من أي مرض ما، نقول أولا عليك أن تذكر خبر مريض ذكرها الله عز وجل في القرآن، هو سلوى لكل مريض في العالم. لا شك أن هذا النبي الذي يبتلي بهذا المرض المعروف وهو أيوب عليه السلام، اللي يضرب فيه المثل أن يقول يا صبر أيوب، يعني رجل كان في قمة البهاء والعطاء والمال والأبناء والصحة والجمال، وجمع لها الله كل شيء، ولكن لماذا ابتلي؟ لأنه يحبه. لابد أن يعرف المريض لما يقول بعض الناس ليش أنا؟ ليش أنا مرض؟ وش سويت؟ أيوب ماذا صنع؟ أمنا بالله. لذلك اتهم أيوب في بداية الأمر، قالوا لو كان الله يحبه، لو كان ربه يحبه لما ابتلى بهذا المرض. هنا لكن هذا لا يقول أحد عارف بالله عز وجل، وإنما كما قال وسلم لا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ففجأة كذا ابتلي أيوب بمرض، سقط من السرير فأصابه شلل كامل لا يتحرك إلا لسانه. تخيل يعني أنت فجأة صحيحا معافى وعندك كل شيء، وفجأة وإذا به يعني لسان يتحرك فقط، وأما بقية الجسد جثة هامدة. هذا ابتلاء عظيم، ومع ذلك صبر. ولم يكتفي أيوب أنه بس المسألة أنه مريض وأنه ما يتحرك لسانه، لا، الكلام اللي كان يجي كلام مؤذي، فأصبح مرض عضوي وأصبح مرض نفسي، إذاء نفسي. ربه ما يحبه، ربه ابتلى بهذا المرض. وهذه مشكلة بعض الناس أنه يقسم الأقدار، فلان مرض قال هذا فلان داعي عليه، طيب وما أدراك أن الله استجاب لفلان، هذا مرض قال والله شكلها مسوي شيء ومرض. لا، هذا لا يقاس، ولا يجوز الإنسان يوزع أقدار الله على مزاجه. الله يقول هذا جاء لحادث، هذا كذا، هذا جاء، لا، تتوزع الأقدار، أنت لا تعلم ما كتب بالغيب. ولذا أيوب كان يأتيه مثل هذا الكلام وكان يؤذي، ولكن كان صابرا. فاجتمع الصبر من ناحيتين، صبر المرض العضوي وصبر المرض الإذاء النفسي، ومع ذلك صابر، ما تكلم ولا رفع الشكاية إلا يوم عظم الأمر، أصبح أبناؤه يموتون أمامه، كل شيء واحد يمرض ويموت، يمرض ويموت، ففقد أبناؤه جميعا، ما بقي أحد، يا صبر أيوب، ثم فقد ماله جميعا. تخيل، ذهبت الصحة وذهب المال وذهب الأبناء، كل شيء ذهب. الآن مقومات الحياة ومقومات الأمل صفر، ومع ذلك لم يئس أيوب أبدا. وهذا اللي يوصل لكل مريض، لو كل المؤشرات صارت صفر لا تيأس، لأنه إذا عجز الأطباء لم يعجز الله سبحانه وتعالى، وإذا عجز الدواء لم يعجز الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله الشافي، ومن أسماء الشافي، أن يشفيك، بارك في الطبيب فعرف العلة، وبارك في المستشفى وصلت النتيجة، وبارك في الدواء فأتى بالثمرة. لكن إذا لم يرد الشافي لحكمة يراه سبحانه وتعالى، كل هذا يدخل المريض، المريضين بنفس المرض، هذا استجاب وهذا ما استجاب لحكمة أراد الله سبحانه وتعالى. ولذا وصل أيوب إلى مرحلة أنه زوجته أصبحت تشتغل في البيوت من أجل أن تأتي بلقمة العيش. يوم الأيام طردوها زوجة النبي، طردوها من البيت، قالوا خلاص أنت زوجك مريض ونخشى أن تأتينا بنفس المرض اللي عنده عدوى، فطردوها. فتبغى تأكل زوجها، وهذه الزوجة الصالحة الصابرة اللي صبرت على زوجها ومريض. يعني بعض الزوجات سمعنا بعض القصص وهي قليلة ولله الحمد، أنه زوجها صحيح معافى، فإذا مرض ذهب أو خلعت زوجها أو أنه ما تريد تعيش معه. لا، هذه المرأة صابرة وأحسنت مع زوجها، فأخرجت جديلتها، قطعت شعرها، قصت شعرها وباعته، وأتت بالطعام.
هو يعرف أنها وصلت إلى مرحلة أنها ما تشتغل وأن الناس طردوها وأذوها، لكن شلون جاء الطعام فخاف، هل يعني لا سمح الله وصل بها الأمر أنها تسرق مثلا؟ فقال من أين أتيت؟ ما أرادت أن تحزنه، لكن يوم رأت الحرص وخافت أنه شاك أنه سرقت الطعام أو شيء، قالت والله أبعدت الغطاء وروت شعرها، قد قصصت شعري وبعته حتى أتيك بالطعام. هنا قال إن هنا رفع الأمر إلى الله، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى تكلم؟ فقد الصحة ما تكلم، ترى فقد المال ما تكلم، فقد الأبناء ما تكلم، لكن يوم وصل الأمر أن زوجتي تبيع شعرها عشان خلاص وصلنا المرحلة ما عاد فيه الله. يعني أول كان تجي الأكل، زوجتي تشتغل تجيب الأكل، خلاص صابر الحمد لله صابر، لكن وصل الأمر أنها تقص شعرها عشان تجيب لي أكل، لا ربي إني مسني الضر. ولاحظ الأدب في رفع الشكاية، ما قال يا رب أنا مريض، أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت تعرف الضر اللي عندي وأنت أيضا أرحم الراحمين، وأنا فقط أرفع الأمر بدون اعتراض وبدون تسخط، ربي إني مسني الضر. لاحظ في آية أخرى قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني نسب الأمر والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى وإنما إلى الشيطان بما أصابه وما أتى. وانظر كيف جاء الفرج، جاء الفرج سريع، قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اضرب بقدمك الأرض. طبعا هو مشروع ما يتحرك، لكن في تلك الساعة التي أراد الله الفرج كان الفرج تحت قدمه، اللهم يعني سنوات من العذاب والابتلاء ثم الفرج تحت قدمه. وهذا المثال نعطي عليه مثال، الله سبحانه وتعالى يعجز شيء. الآن لو قدامي هذه الطاولة عليها مجموعة نمل، 10 نملات وراهم نملة واحدة، ها أو 10 نملات بيهجمون على النملة هذه الواحدة، أنت الآن في عالم البشر 10 نملات هذه تقدر تحط يدك بهذه الطريقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تقدر تحط يدك يا بالنور يا مرحبا الله حييك حياك الله. أنت تبغى المجلس؟ أبغى المجلس ولا أبغى لي في المجلس؟ السلام عليكم. حياك الله. خله يسلم، خله يسلم. يعني قصدي أعطيه إيه، خله يسلم ما عليه. مرحبا أقلط أقلط. أهلا وسهلا عليكم. حياك الله. مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا. يلا حيا. مرحبا. هلا بالطيبين. مرحبا. هلا هلا. كم مني أنت؟ يلا لا والله أنت طيب من بعدك، حياك الله. كيف الحال؟ يسعدكم يا حبيبي. هلا وغلا يا مرحبا. حياك الله. أهلا وسهلا. يا مرحبا. هلا وغلا يا مرحبا. أهلا وسهلا. يلا حيا. يا مرحبا والله. طيب. يا مرحبا. كيف الحال؟ هلا والله. أرحب حياك الله. يلا حيا كيف الحال؟ يا هلا وسهلا. الله يرضى عليك يا مرحبا. الله يحييك ويعافيك من مشاكل يم الفاك، بارك الله فيك يا مرحبا. كيف الحال؟ يا عاقد الحاجبين. فاصل صار، صار فاصل قصير. دكتور تبي نظارة؟ عبد الله يا يعني مداخله بسيطه ما دام في توقف. دكتور حدك عند النقطه هذه يا دكتور. هلا هو دكتور سبت. اقول حدك عند النقطه ذي، رساله عظيمه ابغاك في ضمن حديثك، وانت قلتها قدام شوي، لكن لما نوصل الكلام الى العرض. الى ايش؟ الى طيب. العرض صحيح. وقف، المال خسر، الابناء خسر، الصحه خسرها، وصل عند العرض قال اتوجه، تذكر الحين الاهرب. صحيح. هذا شيء. الشيء الثاني اللي اشوفه انا النم، وهذا التقدير يعني بعد جمع معلومات بسيطه وانا اقل المتعلمين، الا ان الناس نسيوا في التفسير ثناء الله على مره ايوب في الايه. معايا حسيب؟ معك سيدي معك. المره الثانيه او الاولى التي مدحها الله سبحانه وتعالى صابرا، تشمل الاثنين، لكن الأول المرأة كانت صابرة على الأذية وعلى الروحة وعلى الجية ومدحها، فاضرب ولا تحنث، منعها الله سبحانه وتعالى. يا دكتور أبغى تعرج على النقطتين هذه لأنها ما مذكورة في كثير التفاصيل. بيعرج عليها الدكتور الأمانة أبو علي، ملاحظتك يعني في محل الدكتور ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاقه في الموضوع والتعامل معه في ضرب قصة أيوب للأمانة جميل جدا جدا، وطرح راقي يعني كالعادة. حنا وصلنا يا طويل العمر إلى مسألة اضرب أي نعم. هذا مغتسل بارد وشراب. نعم. كان العلاج
تحت قدمه وما كان يدري. وهذه احنا نقول رساله لكل مريض، لانه قد ياتيك العلاج في لحظه وانتبهت ما تدري شلون. يعني بعض الناس يقول انا لي سنوات وانا اعاني، انا لي سنوات وانا مريض. ايوب له باع طويل وله سنوات طويله من البلاء والابتلاء، ومع ذلك فان الله عز وجل جعل يعني الفرج تحت قدمه، فلما ضرب خرج الماء واغتسل منه ايوب وشرب. لا اله الا الله. فكان الاغتسال للمرض الخارجي اللي هو مرض العضوي مرض الجسد، فاصبح يتحرك وشرب. ها اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب. اغتسال وشرب اثنين. فاغتسل وشرب فعوفي تماما. لا اله الا الله. جاءت زوجته بالطعام ما عرفته. اي نعم ما عرفت. قالت اما وجدت شيخا كبيرا يعني في هذا المكان؟ قال من تقصدي؟ قالت أيوب كذا. أنا أيوب. سبحان الله. فعاده الله إلى شبابه، وعاد إليه زوجتها، عادها أيضا إلى الشباب، وعاد إليه المال، وعاد حتى أن السماء تمطر عليه ذهبا. الله أكبر. نعم. فأكرمه الله عز وجل، قال امتدحه، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا مدح رب العالمين، أنه وجده صابر فعلا. بعض الناس قد يكون الصبر عنده خارجي لما يجونه الناس وكذا، صابر صابر، لكن في داخله مكسور. الصبر الحقيقي الصبر الجميل أن يكون داخلي وخارجي، من الداخل أيضا أنا صابر، لأنه محل نظر الله عز وجل، يرى في قلبي الصبر الحقيقي. هنا يعني وصل أيوب إلى مرحلة فاغتسل بها. وهنا نوصل أيضا رسالة، ترى الاغتسال بالماء البارد ثبت طبيا الآن أنه علاج، وهو علاج قرآني قبل أن يكون علاج طبي. الاغتسال بالماء البارد ها له أثر يعني طبي وفوائد، وما هو مجال نذكرها، لكن ادخل الآن على يعني فوائد الاغتسال بالماء البارد سترى عجبا. وأنا صاحب تجربة شخصية وأنقلها للناس. في البداية قد يكون الأمر صعب، صحيح، ولكن الآن أبشرك أني لا أستسيغ الماء الحار تماما أبدا، خلاص. حتى في الشتاء تغتسل بالماء البارد وتخرج قد لا تحتاج تلبس جاكيت ولا تلبس فرو، لأن جسمك أخذ على قولتهم يعني. وسبحان الله له أثر يعني كبير، وهو علاج قرآني حتى فيما يخص الأمراض الروحية. سبحان الله الاغتسال بالماء البارد له أثر. في النقطة اللي طلبها أبو علي جزاه الله خير، أن الأمر وصل إلى العرض فخشي على أهله أنه يعني يصيبهم شيء فيما يخص العرض أو كذا، فوصل رفع الشكاية الله سبحانه وتعالى لأن الأمر خطير. وامتدح الله أيوب، وأيضا امتدح زوجه، لأن زي ما قلنا الزوجة يعني من أعمدة البيت، وكونها تصبر على زوجها وتقوم على رعايته وتهتم به في الحقيقة هذا أمر عظيم. أنا أذكر يعني إن الواقع، أن بعض الناس قد يقول هذا كلام قديم ونبي، أعرف رجل طبعا توفي رحمه الله، لكن تزوج امرأة صحيحة، كان معاق، وأيضا ليس فقط معاق بل قصر القامة جدا، يعني لما يكون يعني ممكن قد يكون بحجم هذه الطاولة في 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 قصر القامة وكذا بسبب الإعاقة والمرض. والله أنت زوجته امرأة صحيحة معافى ما فيها شيء، وإن قامت به خير قيام حتى توفاه الله بسبب المرض الإعاقة اللي عنده، ولكن ما كانت تشكي يوم تشيله وتدخله السيارة ودخله دورة المياه وتقوم على حاجته وما رزقت من الأبناء وكذا، ولكن قالت لعل هذا يكون سبب دخول الجنة. ما شاء الله. فقامت به خير قيام. بالمقابل أذكر حالة أخرى، يعني أحد الرجال أصيب بمرض في الكبد وتغيرت أحواله وكذا، أصبح أكرمكم الله أنه ما يستطيع في دورة المياه يعني يقضي حاجته في مكانه وكذا. والله أن الزوجة اتصلت على أخوانه قالت هذا أخوكم قوموا به، أما أنا مشغولة ولا عندي وقت أني أقوم به وكذا. فشتان في الحقيقة، شتان بين هذا وهذا. لكل من أبتلي، لكل من أصيبه المرض، عليك أن تعرف أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن ثق تماما أن الفرج يأتي وأن الشفاء حاصل، ولو كان الأطباء يقولون أن هذه ما فيها طب. أذكر امرأة في الرياض هنا أصابها ورم في المخ، فتوقفت عندها خلايا المخ تماما، فوضعوها على أجهزة، فجاء الطبيب المختص، وبعض الأطباء قد ينسى نفسه، فجاء لابنها قال والله أمك هذه ما أظن أنها تعيش، يعني هي ترى مسألة وقت لأن خلايا المخ توقفت تماما.
فقال له ولدها قال أنت اللي بيدك الشفاء ولا رب العالمين؟ يا سلام. قال رب العالمين أكيد وكذا، بس أنا أقول لك طبيا. قال طبيا أن تقول طبيا، لكن يجب أن تقول بذلنا الأسباب وننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصحيح، يكون الطبيب عنده عقيدة صافية سليمة. لكن هذا أبد قال ما ترى. فيقول يوم قال لها الكلام قال أنا أقول لك أنا حسب خبرتي ولي سنوات هذه لها مسألة وقت وينتهي موضوعها. فيقول لزمت والدتي أضع يدي على جبهتها وأقرأ القرآن، والله عز وجل يقول ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الله. يقول كنت أقرأ قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول وأنظر إلى رأس أمي. يقول ورم، الله ينسف جبال ما يكون لها أثر، ورم في رأس أمي ألا ينسفه ربي نسفه. سبحان الله. يعطيك العافية دكتور علي، الحقيقة كلام جميل جدا وطرح جميل بكل ما فيه. دكتور أبو عبد الله شب